قصص ماشا المرعبة. والآن أصغوا جيدا، فهذه المرة سأخبركم بقصة مخيفة جدا ستسبب لكم الرعب وسوف تفزعون كثيرا. سأخيفكم جميعا. بعض الأطفال يخاف الضفادع وبعضهم من الظلام، وهناك من يخاف من ظله، لكن هناك فتاة كانت تخاف من كل شيء. مرة كانت في المكتبة وأخذت كتابا من الرف لتقرأه، وفجأة أنقذني يا أمي، إنها صورة فظيعة. وفي يوم آخر عندما نظرت من النافذة، أنا خائفة، غراب مخيف يقف على السور، صوت نعيمه مخيف. وعندما تذهب لكي تنام، آه، قطع السرير مخيف. ماذا؟ ماذا؟ أجل، إنه غطاء السرير، أخاف من أن يبتلعني. أن يبتلعك؟ أجل، كما ابتلع الشرشف، انظري إليه جيدا. هل سمعتم؟ مسكينة. وفي أحد أيام الصيف جلست على مقعد مخيف تراقب بحذر شديد قطة نحيلة مخيفة تنظف جسدها المرعب. وبجانب القطة كان كلب شكله فظيع يجلس تحت شجرة مخيفة ويلتهم عظما مرعبا حقا، إنه كالكابوس. لم تحتمل الفتاة هذا، وفجأة سمعت أصواتا مريبة. كانت أصوات تكسر أغصان وصوت مخلوق متوحش ومخيف. خرج زاحفا وتبين أنه ولد صغير عادي، لم يكن وحشا كما ظنت، كان ولدا عاديا. شعره منفوش وعلى عينه كدمة وسراويله كانت ممزقة. بعد أن خرج قال للفتاة، علق سراويلي لذا أنا غاضب، وفوق هذا كله تحسست من هذه الوردة الحمراء أيضا، فأشواقها مزعجة. لا، فسألها الولد، ما المشكلة؟ أرجوك ساعدني، أنا خائفة. من ماذا؟ من الوردة، أخاف منها كثيرا، فقد تجرحنا بأشواكها، وعندها سيتلوث دمنا بسمها. صدقني، أنا واثقة بأنها تحمل سما قاتلا. شكرا لك لأنك حذرتني منها. كان الولد ممتنا لها. أرجوك حدثيني عن شيء مخيف آخر، أرجوك. لا 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 لا، لم تقبل الفتاة، لن أفعل ذلك. ولماذا؟ لا علاقة لك بهذا، فأنا أخاف كثيرا، أرجوك أخبريني، أرجوك. وصار يلح عليها، أرجوك أرجوك أخبريني ولا تبخلي علي، أريد أن أعرف أكثر، فلا شيء أفعله هنا، أشعر بالملل. حسنا، كف عن التذمر، أما الآن فانظر هناك. ثم قالت له، أترى القطة؟ أجل أراها. ما قولك لو لم تكن قطة عادية؟ قد تكون قطة شريرة وتحب أن تفعل أفعالا مؤذية، أو أنها شرير متنكر. مستحيل. قل لي، هل أنت خائف؟ خائف جدا. كان الولد مستمتعا. وماذا بعد؟ تريد مزيدا؟ أترى ذلك الكلب؟ أجل، ماذا به؟ أليس كلبا عاديا؟ ويلعب عظما عاديا؟ اسمع، قد تظنه كلبا لطيفا جميلا، ولكنه ربما يتظاهر باللطف، وبعد أن ينتهي من العظم سيلحق بك لكي يأكلك بدل الحلوى. تلك الفتاة مسكينة. صدقوني أصدقائي، لدى تلك الفتاة مخيلة واسعة جدا. ليتني أتعلم منها لأخترع لكم قصصا مخيفة، لقد كانت قصصها ممتعة. أخبريني، ألديك قصص ممتعة أخرى؟ ممتعة؟
القصص المخيفة ممتعة؟ إنها كذلك، فأنت في النهاية كنت تبالغين في خوفك، أليس كذلك؟ بلى صحيح، عندما نكون وحدنا فإننا نشعر بالخوف، ولكن عندما يكون الناس حولنا فإن الخوف يهرب منا. كيف حالكم؟ سوف أحكي لكم عن شيء غريب يحدث في الغابة، خوف الحيوانات. كان هناك صغير زرافة لطيف يعيش في السافانا، اسمه ماركوس. عندما كان صغيراً لم تكن لديه مشكلة، ولكن عندما كبر مع مرور الوقت وصار في طول أشجار النخيل، أتى إليه والده وقال: انظر إلى نفسك، لقد صرت كبيراً وقوياً، قريباً ستصل إلى ارتفاع سرب الطيور. تساءل ماركوس في نفسه أي سرب يقصد، ثم نظر إلى الأسفل، عندها أصابه دوار المرتفعات. لماذا أنا مرتفع هكذا؟ لم أنتبه على أنني طويل كل هذا الطول. وعلى الأرض ركضت الحشرات كالجراثيم، فلم يكد يراها. آه يا أمي، اضطربت معدتي من الدوار. آه، أشعر بالغثيان. آه، ضاق نفسه وارتعشت قوائمه، وشعر بقلبه يهبط إلى معدته وينزلق إلى حوافره، حتى إنه أحس بنبض هناك. وتلك البقع التي تميز الزرافات صارت تشحب وتبهت، حتى ظن أنها تهوي إلى الأسفل مثل قلبه. أرجوكم ساعدوني. في الحقيقة كان ماركوس يخاف من المرتفعات، فحنى رأسه ليقترب من الأرض، وصار يمشي هكذا مشيا مضحكا مقوس الظهر. وعندما رأت النعام منظره الغريب خافت منه ووضعت رأسها في الرمال، والقنادس ضحكت منه، والغزلان ذهلت من منظره فتجمدت في مكانها. كان يمشي ورأسه ملاصق للأرض يكاد يلمسها، واعتاد أن يمشي هكذا. تجول في أنحاء السافانا كالأخطبوط، ثم جاء المساء، انخفضت الشمس إلى أن غابت عن نظره تماماً. كيف سيرى طريقه الآن؟ كان العشب طويلاً جداً، ولكنه خاف أن يرفع رقبته، ويبدو أنه ابتعد عن والديه كثيراً فلم يعد يراهما. مرحباً. لم يرد أحد. أمي. كان المكان هادئاً. أبي. لا من مجيب. أوه، ماذا سأفعل؟ والآن أين سأنام؟ صار يبكي. لم يكن حوله إلا الضباع التي صارت تضحك منه، واقتربت منه الحيوانات المفترسة وهي تزأر. أدرك ماركوس المأزق الذي هو فيه، إنه يحتاج إلى النجدة، فصار يركض مقوس الظهر على الأعشاب الطويلة، وكل الحيوانات المفترسة كانت تقترب منه أكثر فأكثر، حتى كاد يسمعها وهي تسن أسنانها لتأكله. لم يعلم ماذا يفعل، فدفن رأسه في الرمال من شدة خوفه كالنعام. ها؟ كيف تتنفس النعامة هنا؟ فالرمال تدخل في أنفي. ماذا أفعل؟ وبينما استعدت الحيوانات المفترسة لمهاجمة ماركوس وكان في مأزق، عندها شعر فجأة بأن نهايته قد اقتربت. ترى ما الذي سيحدث له؟ هل سأموت هنا مقوس الظهر ومدفون الرأس؟ لن أقبل، أنا زرافة وسأتصرف كالزرافات، سأرفع رأسي عاليا. نهض ماركوس وتمكن من رؤية والديه، ثم نظر إلى الأسفل حيث الوحوش. أنتم صغار جدا. نظرت الوحوش إلى فوق فوق إلى ماركوس، فوجدته ضخما وطويلا جدا، وقررت ألا تعبث مع زرافة كبيرة مثله،
كان هذا مذهلاً. وعندها زال خوف ماركوس من المرتفعات تماماً. نصيحتي لكم الآن، إن خفتم من المرتفعات فتمسكوا بشدة لئلا تقعوا، لأنكم إن خفتم ودفنتم رؤوسكم في الرمال كالنعام فتذكروا أن هناك من سيأتي لكي يفترسكم. مرحبا بكم، سأروي اليوم قصة مخيفة جدا، لن تستطيعوا النوم بعد أن تسمعوها، لا في النهار ولا في المساء، وسيطير النوم من أعينكم بلا شك، فهي قصة مرعبة، فأصغوا إلي جيدا. تبدأ الحكاية في مخيم صيفي للأطفال. وصل إليه ولد طريف. كان الأطفال في المخيم يقضون وقتاً ممتعاً، وكان الولد يعلم كيف يستمتع بوقته، فأخذ يركض ويقفز ويتسلق كما لو أن لديه طاقة ونشاطاً كبيرين، أو مدخرة لا تفرغ من الشح. وفي المساء عندما حل الظلام، كانت الشوارع هادئة ومخيفة وأصوات الذئاب تعلو في الخارج، فركض الأولاد إلى أسرتهم لكي يناموا، ولكن هذا الولد لا يريد أن ينام، كان مفعماً بالطاقة، فقرر أن يمضي وقته وهو يروي قصصاً مرعبة جداً، قصصاً عن أياد سوداء وأطياف بيضاء مخيفة، وعن أبواب الزنزانات وتوابيت على عجلات ووحوش يغطيها الشعر. أخذ يحكي قصصه المخيفة للأطفال ويرعبهم بها، وبعدها غط في النوم وبدأت أحلامه. رأى يداً سوداء تلاحقه، فنهض عن سريره خائفاً ونظر حوله. يا للدهشة، خرج من تحت السرير يد سوداء حقيقية، كانت أظافرها طويلة وقذرة وغير مقصوصة، كان منظراً مقززاً. حاول الولد أن يهرب منها، لكنه تعثر ووقع بسبب قدم سوداء خرجت من تحت السرير الآخر. نهض الفتى بسرعة، فوجد أمامه طيفاً مخيفاً يرتدي نظارة، كان شديد البياض ومرعباً جداً. ماذا سيفعل الآن؟ صار يقفز من سرير إلى آخر، فتح الباب وصرخ وهو يركض بعيداً عن تلك الأشياء. قرر أن يخاطر بالبقاء مع الذئاب والغرباء في الشارع الذين عليه ألا يأمنهم. كان يصرخ ويركض في الطرقات، ولكن ظهر أمامه تابوت يمشي على عجلات، فتابع الهرب بين الأزقة، ولكن ذلك التابوت ظل يلاحقه. كان الولد مذعوراً، فتابع الركض والصراخ، وفجأة سمع صوتاً عالياً من التابوت ذي العجلات. توقف، ما الذي تفعله؟ لم لست في سريرك؟ ثم علق الولد ولم يتمكن من الهرب، ووقف أمام حائط المخيم، أغمض عينيه من الخوف وظن أن حياته قد انتهت، وظن أن مصاص دماء خرج من التابوت ليشرب دماءه كلها، لكن ظنه لم يكن في محله، فقد كان ما توهمه مشرف المخيم. أريد أن أعلم ما الذي تفعله أيها المخيف، لقد أخفت كل الأطفال هنا بقصصك، انظر إليهم، لقد أخفتهم كلهم وقد جافاهم النوم. واحد اختبأ تحت سريره، وواحد اختبأ تحت لحافه الأبيض، وواحد اختبأ في الحمام وهو خائف جداً، ومن خوفه لم يجرؤ على الخروج، حتى إنك أخفتني وأنا المشرف على المخيم كله. عندما كنت أطاردك في أرجاء المخيم نفد الوقود من سيارتي. أخبرني الآن أيها المخيف الصغير، ألست خجلاً من نفسك بعد كل ما فعلت؟ بلا أي شك خجل الولد من تصرفاته تلك، فاعتذر إلى أصدقائه في المخيم من كل تلك الأشياء المخيفة التي قالها لهم، وعد المشرف أن يدفع ثمن وقود السيارة، هذا عندما يكبر ويحصل على عمل.
ولكن المشرف لم يصدق، ثم تنهد بقوة. أول ما فعله في الصباح هو الاتصال بأهل الولد ليخبرهم عن القصص المرعبة التي كان يرويها ولدهم، عن اليد السوداء والتابوت على العجلات وأفعاله المزعجة التي فعلها الليلة الماضية. وبعد الاتصال قلقت أمه كثيراً عليه، لكن والده لم يكن قلقاً، فقد أعد لولده عقاباً. هل سمعتم عن ولد يخاف من الدراجات الهوائية؟ أنا لا أمازحكم، سأقص عليكم اليوم قصة إنها محزنة جداً حتى إنها تطر القلب. إنها عن دراجة. كل طفل يحتفل بذكرى ولادته مرة في السنة، وهذا أمر جميل ولا يدعو إلى الخوف. ولكن جاشا كان خائفاً لأنه تلقى تلك الهدية في ذكرى ولادته. يا إلهي، إنها دراجة! كان جاشا يخاف من الدراجات، كان يتخيل نفسه وهو يهوي على الطريق وهو يركب الدراجة مسرعاً. العجلات تدور بعنف ويتخلخل جسم الدراجة المعدني فيفقد التحكم في المقود، ولم يعد في استطاعته التشبث، فيطير من على تلك الدراجة ويقع على الأرض بقوة كبيرة، فتصاب ركبتاه وتظهر كدمة كبيرة على جبينه. لم يكن هناك أحد لينقذ هذا الفتى المسكين. في العادة تحذره جدته من أن تصيبه كدمات كهذه. كن حذراً على الأرجوحة وإلا سقطت على رأسك عزيزي. لا تصعد على السلم يا عزيزي لأنك ستسقط سقوطاً مؤذياً. لا تلمس تلك الأداة يا عزيزي، ستؤذي نفسك. كانت جدته تراقبه دائماً حرصاً على أن يكون بعيداً عن أي خطر. ولكن ركوب الدراجة شيء لن تستطيع جدته أن تحميه منه حتى لو كانت أفضل جدة في العالم، فلا شيء سيوقف الدراجة، وجاشا سيكون في خطر وسيؤذي نفسه، وهذا ما كان يخاف منه. وبعد أن أخلد جاشا إلى فراشه صارت الدراجة المخيفة تطارده في الليل. وعندما ينير القمر في السماء يسير طيف الدراجة أمامه ببطء على عجلتيها المخيفتين، وكانت دواستاها تصدران صريراً مرعباً وتتحرك وحدها، ويرن جرسها ويومض ضوءها إيماضاً مخيفاً. تخيلوا مقدار الرعب الذي أصاب الفتى جاشا. فبعد أن طلع الصباح بعد ليلة طويلة جداً حان وقت فتح هديته التي كانت في انتظاره. إنها الدراجة التي تخيفه أكثر من أي شيء. خرج وهو يجر دراجته إلى حديقة المنزل، وفجأة دراجة جميلة. سمع جاشا صوتا لا يعرفه، نظر إلى جهة الصوت فرأى فتاة تقف أمامه وترتدي خوذة وقطع حماية لمرفقيها وركبتيها، وعند قدميها لوح تزلج. هلا أعطني دراجتك؟ مستحيل. قبل أن يحرك عينيه كانت قد ركبت على الدراجة، فخاف جاشا على الفتاة وصرخ: احذري أيتها الفتاة، سوف تقعين، احذري وإلا جرحت قدمك. كانت الفتاة تركبها وتضحك وتؤدي حركات مدهشة، بينما ينظر إليها جاشا بدهشة وغيرة. وبعد قليل أوقفت الدراجة بضغطة قوية على المكابح. رائع، لقد استمتعت. ألم تخافي أن تقعي وتؤذي نفسك بسببها؟ عليك أن تنظر إلى الأمام لا تحت العجلات، هكذا لن تقع. هيا جرب، الدراجة ليست مخيفة. لا تقلق، سأسير قربك لأحميك. ثم بدأ بالمسير معا حول الحديقة. في البداية كانا يسيران ببطء وبعدها تسابقا، وإلى يومنا هذا. هل تعرفون من الذي يعاني؟ لا، ليس جاشا بل جدته، فقد كانت تراقبهما من نافذتها وتصرخ،
ولكن غاشا لم يكن يسمع صراخها، ولم يكتفي بالركوب على تلك الدراجة، فهو الآن يتعلم ركوب لوح التزلج. كان يوماً رائعاً لن ينساه طول حياته. حسناً يا أصدقاء، كما رأيتم الآن جداتكم ستقلق بلا داع كما تعلمون، لكن هذا لن يمنعكم من تعلم الركوب أو حتى تعلم التزلج، وسوف تدركون في النهاية أنها ليست مخيفة البتة، بل هي أشياء ممتعة جداً، والأهم من هذا أنها مفيدة أيضاً. مرحباً، من منكم يخاف من الغابات؟ مستعدون لسماع قصة عن الغابة؟ فيها مستنقع وواد عميق جداً؟ إذن أصغوا جيداً. كان هناك منزل قديم جداً قريب من غابة قديمة جداً، يعيش فيها رجل اسمه سينيا، يحب كلبته التي تدعى نبوحة. في أحد الأيام أكلت اللحم الخاص به وخافت من غضبه فهربت إلى الغابة. صار عليه أن يبحث عنها، لكنه كان يخشى الذهاب إلى الغابة لأنه يخاف كثيراً أن يضيع فيها، لكنه أجبر على الذهاب، فاستجمع قواه وأغلق عينيه كي لا يخاف ومشى نحوها. أين أنت يا نبوحة؟ نبوحة، أين أنت؟ كان يصطدم بالأغصان ويخبط رأسه، لكنه لم يفتح عينيه لأنه خائف، وقد ظن أنه سمع صوتاً عن يساره وعن يمينه ومن فوقه، وركض خائفاً إلى جهة المستنقع فتعثر ووقع. وبعدها وجد ثلاث أشجار صنوبر، وهنا ضاع في وسط الغابة. عندها قال في نفسه: قضي علي وعلى كلبتي نبوحة. غاليتي نبوحة، لن أجدك ثانية. ثم حدث شيء مفاجئ، سمع صوتا من بعيد ففتح عينيه، واكتشف بعدها أن الشمس قد غربت وتلبدت السماء بالغيوم، وبدت الغابة كثيفة أكثر وهادئة. ثم سمع صوتاً يقول: أدر وجهك نحوي واجعل ظهرك إلى الغابة. تجمد سينيا من الخوف واستدار ببطء، فرأى ولداً يقف على جذع شجرة من غير أن يتفوه بكلمة، وكان يحدق في عينيه. خاف سينيا كثيراً ولكنه تماسك وقال: كيف حالك يا صغير؟ أنا عابر سبيل، أرى أنك غاضب قليلاً، أأنت من الغابة؟ لا تقلق، لن أطيل وقوفي هنا، سأرحل الآن. كان الولد الغامض يفصص البذر وكان ينظر إلى سينيا، وبعدها قال له: حاكم أم أمير أو صانع أحذية أو خياط، أي واحد من هؤلاء أنت أيها السيد؟ هيا أخبرني بسرعة، لا تجعلني أنتظر الإجابة طويلاً يا رجل. أخبره سينيا بما حدث لكلبته وكيف هربت منه وكيف ضاع في الغابة بحثاً عنها. أنا ما كان راعي الأبقار. ثم قال له: يبدو لي أنك ابتعدت كثيراً، حتى الأبقار لا تصل إلى هنا. ساعدني أرجوك، هيا ساعدني لكي أعود. رجاه كثيراً. عندما كنت في المدرسة لم أكن أحل واجب درس العلوم، لذلك لا أستطيع تحديد الاتجاهات أو استعمال البوصلة، ولهذا أخاف أن أدخل إلى الغابات. تنهد ماكار وقال: هناك كثيرون مثلك، أناس غير متعلمين يأتون ليقطفوا الفطر فيتيهون مثلك أنت. سوف أساعدك، تبدو طيبا. صارا يمشيان في الغابة بهدوء، وفي أثناء ذلك كان ماكار ينظر إلى سينيا ويشير إليه لكي يتبعه، وهو مسرور بمساعدته له. وكانت الأجواء مظلمة جدا والغابة تزداد كثافة، كان منظرا مخيفا. وفجأة ظهر لهما وميض بعيد وضوء ثان وثالث،
وعندما أمعن سينيا النظر علم أنها أضواء قريته تلمع من بعيد. شكرا يا مكار. شعر سينيا بالامتنان لذلك الولد، ولكن الولد اختفى فجأة وكأنه لم يكن هنا من البداية. عاد سينيا إلى منزله القديم وهو حائر كثيراً. وبعدها كانت نبوحة تجلس عند باب المنزل وكانت تحرك ذيلها، ولم تكن ضائعة كما كان يظن، فقد عثرت على المنزل بسرعة لأن الكلاب لديها إحساس قوي بمعرفة الاتجاهات. الكلاب تعرف الاتجاهات بغرائزها، وعلى الأطفال أن يتعلموا الاتجاهات، عندها لن تخيفهم نزهة في الغابة. كيف حالكم؟ اذهبوا إلى أسرتكم وغطوا أنفسكم جيداً واستمعوا إلى قصتي. سأروي لكم اليوم قصة مرعبة جداً، لا أظنكم سمعتموها من قبل. إنها عن اليوم الذي نقل فيه صبي إلى مدرسة جديدة. أحب سيريوزا مدرسته، ولكنها أغلقت من أجل الصيانة، ولهذا نقل إلى مدرسة أخرى. وفي طريقه إلى تلك المدرسة الجديدة أخذ يفكر وهو يمشي، ترى ما شكل المدرسة الأخرى؟ لا شك أن كل شيء مختلف، وهذا مخيف. ثم تخيل سقفاً عفناً وأبواباً مهترئة وتابوتاً مهجوراً وراء أحد الجدران المهدمة، وعظاماً منثورة وهيكلاً عظمياً يتسلل من نافذتها. ولكن ما الفائدة؟ قد تكون المدرسة مخيفة، ولكن الجهل أكثر تخويفاً، لأنها مدرسة مختلفة فمعلموها مختلفون أيضاً، هم ليسوا كبقية البشر، يحملون كتاباً في يد وفي اليد الأخرى حزاماً من جلد التمساح. إن نظرت إليه مرة واحدة فستبكي من شدة الخوف. وفي الصف طلاب غريبون يتعلمون أشياء مختلفة لأن لديهم دروساً صعبة ومقززة لا تصدق، ويقدمون أيضاً أطباق طعام مقززة لا أعلم كيف يمكنني أن آكلها، وإن لم أتمكن من تسمية أجزاء اليرقانة أو معرفة عدد الشعيرات المقززة على جسدها فسأرسب. وإن رسب في الصف عندها سيحزن كثيراً، والرسوب في الصف هو أسوأ شيء قد يحدث. درس الرياضة في هذه المدرسة ليس كأي مدرسة، فهو قتال ومصارعة على الحلبة وملاكمة بلا قوانين، وسيضربني طلاب في الثانوية، وإن خسرت فسأكون محظوظاً إن بقيت حياً، وسيكون علي العمل في المدرسة طول النهار وطول الليل، سيكون علي طرد الجرذان منها لئلا تدخل مختبر العلوم وتلتهم الهيكل العظمي الذي في الخزانة. وإن بقيت حياً حتى الصباح فستأتي أمي لاصطحابي، ولكنها ستكون أماً مختلفة وستكون مخيفة جداً. ستأخذني بيدها إلى المنزل الذي سيكون مختلفاً أيضاً. عندها أغمض سيريوزا عينيه من الرعب، ثم نظر حوله فرأى الطلاب حوله في الصف، وقالت المعلمة: أطفال الأعزاء، هذا هو الطالب الجديد وقد نقل إلى هذه المدرسة. فجأة صرخ جميع الطلاب وهربوا بعيداً عنه. دهش سيريوزا وقال: ما الذي أصابكم يا أولاد؟ أخرجت فتاة رأسها من تحت أحد المقاعد وسألت: هل عضتك مؤذية؟ لا. ثم قال: أنا لا أعض أحداً، هل أنا مجنون؟ أخبرنا، ما الوحش الذي تحمله في حقيبتك؟ لا أحمل سوى كتبي، ما من وحوش معي. ولكن
ربما تحمل وباء قاتلا، وعندها ستنقله إلى طلاب صفنا كله. ولماذا تظنونني مريضا أو عضادا أو أحمل وحشا؟ لأنك غريب عنا. يقولون أنك أتيت من مدرسة أخرى. انفجر سيريوزا من شدة الضحك، وأدرك في النهاية أن المدارس كلها متشابهة، لا تختلف إحداها عن الأخرى. ففي كل المدارس معلمون عاديون يدرسون أطفالاً عاديين. لم يكن ينبغي لي أن أخاف، ففي كل المدارس هياكل عظمية، إنها من أجل درس العلوم. وسأروي لكم قريباً قصة عن تلك الهياكل. سأخبركم اليوم قصة مخيفة سترتجفون لسماعها، وهي عن فتى أراد أن تخطفه تلك الكائنات التي تعيش في الفضاء البعيد. شيئان يحبهما الفتى أكثر من أي شيء: الكتب أولاً، وثانياً الحلوى. لكنه لم يكن يحب أن يقرأ كتب الأطفال ككتاب العجوز المضحكة، ولم يحب القصص الحقيقية. كان يفضل القصص التي تحكي عن الكائنات الفضائية وعن الحياة خارج كوكب الأرض، وكل القصص التي تحكي عن الخيال العلمي. كان يقرأها كل ليلة تحت غطائه، لأنه يظن أن الفضائيين يراقبوننا من مكان بعيد. كان يظن أنهم يريدون أن يخطفوا أي شخص يرونه خارج سريره. ظن وقتها أن الغطاء سوف يحميه منهم. هذا مضحك. على الأطفال ألا يتوهموا أن هناك أشياء سوف تؤذيهم في أثناء الليل. وفي إحدى الليالي الشديدة الظلمة، شعر الفتى بأن الفضائيين سيعثرون عليه. وخارج غطائه في ظلمة الغرفة، سمع صوت قرقعة خفيفة كصوت فتح كيس رقائق البطاطا، وسمع بعدها صوتاً مخيفاً لخطوات، وبعدها سمع صوت خشخشة مخيفة، وقفز قلبه من محله وخاف كثيراً. الرعب لم يغادره لحظة واحدة. أخذ نظرة من تحت الغطاء، ولكنه لم يرى أي أحد. كان الظلام يعم المكان، وفجأة في هذا الظلام ظهر شعاع ضوء مخيف. أراد الفتى أن يصرخ فلم يستطع، فقد ظهر أمامه شيء لم يره من قبل. كان مخلوقاً مخيفاً، ولم يكن ذلك المخلوق بشرياً، بل كان قنفذاً. ولكن هل القنفذ مخيف؟ فهو صغير الحجم. شم الحلوى فدخل المنزل وتسلق المنضدة وضغط زر المصباح، وعندما أضاء خاف القنفذ كثيراً، خوفاً جعله ينسى أمر تلك الحلوى. فرح الفتى لأن القنفذ لم يكن مخلوقاً فضائياً، وصارا بعدها صديقين حميمين. وضع الفتى قنفذه في الغسالة، وبعدها وضعه على الصاروخ. أحب القنفذ هذه المغامرات، وكان يستمتع بها، ولا سيما عندما يكافأ بالحلوى بعدها. ولكن في ليلة مظلمة جداً لم يعثر على القنفذ، لقد اختفى. وصل الفتى إلى نتيجة: المخلوقات الفضائية هي من خطفت ذلك القنفذ. لم يأخذوه فحسب، بل أخذوا معه كل الحلوى التي في المنزل. وعندما بحث عن الحلوى لم يجد أي منها، لقد اختفت جميعها من المنزل. تغلب الفتى على خوفه وركض لكي ينقذ القنفذ والحلوى، ولحق بالفضائيين. وفجأة رأى شيئا غريبا قريبا من منزله. كان داخل حوض الرمل في حديقة المنزل. كان صحنا طائرا، وفضائيين أخضرين، كانا مخيفين جدا، والقنفذ مع كيس مملوء بالحلوى. وحدث أسوأ من ذلك، ولم يصدق الفتى ما رآه، فقد خلع القنفذ زيه التنكري
وتبين أنه لم يكن قنفذاً كما كان يظن، بل كان فضائياً كهذين الاثنين تماماً. صرخ الفتى من الدهشة، ثم حدث شيء غير متوقع. خاف الفضائيون كثيراً، ثم قفزوا إلى صحنهم الطائر، وبعدها طاروا بعيداً، ولكنهم عادوا بسرعة. أخذوا الحلوى وصرخوا من الخوف وطاروا بعيداً. عندها أدرك الفتى أنه ما من داع للخوف، فقد اكتشف أن الفضائيين كائنات صغيرة خضراء يحبون الحلوى وحسب، فهم لم يجدوا حلوى في الفضاء، لهذا أتوا إلى الأرض بحثاً عنها. وبعدها صار الفتى يضع الحلوى كل ليلة على النافذة، وإن أتى الفضائيون أثناء نومه فسيجدون الحلوى التي تركها لهم. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة، سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن حاول